دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني تعليق حضرتك، إزاي تابعت فعاليات القمة النهاردة وما انتهت إليه؟ يعني مجرد أن تنعقد القمة في هذه الظروف الصعبة هذه نقطة إيجابية. نعم. بالطبع لا يكفي أن تنعقد القمة بدون نتائج. مفهوم. يعني كنا نتمنى أن تكون النتائج أقوى مما خرجت به اليوم، ولكن يعني إذا أردنا أن ننظر بإيجابية إلى النصف الملآن من الكأس كما يقال، فيمكن القول بأن القمة على الأقل ثبتت المبادئ التي حاول الاحتلال القفز عليها، وحاول الاحتلال تجاوزها وفرض وقائع أخرى بديلا عنها. نعم. يعني الاحتلال مثلا يريد أن يفصل قطاع غزة تماما عن الضفة الغربية والقدس، ويريد أن يجعل مستقبل قطاع غزة معزولا عن مستقبل الضفة الغربية والقدس. هذه القمة تبنت الرؤية الفلسطينية وهي ذات الرؤية العربية بأن قطاع غزة والضفة والقدس هي وحدة جغرافية وسياسية وقانونية وطنية واحدة، وأنه لا مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس المحتلة التي هي عاصمة دولة فلسطين، وكل هذه الأراضي هي إقليم الدولة الفلسطينية. الأمر الثاني هي منظمة التحرير الفلسطيني. الاحتلال لا يريد الاحتلال ومن وراءه مفهوم لا يريدون عنوانا وطنيا فلسطينيا واحدا، يريدون أن يتعاملوا مع عناوين متناثرة لتمثيل الشعب الفلسطيني. عنوان في غزة وعنوان في الضفة وعنوان في القدس وحتى الضفة الغربية عناوين متناثرة، يريدون أن يلعبوا على سياسة فرق تسد، وهذه كانت منهجية وسياسة نتنياهو منذ عاد إلى السلطة في عام 2009، ولعب على وتر الانقسامات الفلسطينية والاختلافات الفلسطينية. القمة اليوم أيضا تبنت وثبتت وحدانية تمثيل منظمة التحرير، وأن من يريد أن يتحدث في الشأن الفلسطيني فلديه عنوان واحد يمثل الفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطيني. النقطة الثالثة هي قرار وقت قرار كسر الحصار على قطاع غزة. رغم أن قطاع غزة من الناحية القانونية هو جزء من الأرض المحتلة، وأن الذي يتولى المسؤولية أو يتحمل المسؤولية هو القوى القائمة بالاحتلال، أنا بتكلم حسب القانون الدولي. مفهوم يا فندم. الدولي الذي لم يعد له وجود تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، لكن حتى بحسب القانون الدولي كما قال الرئيس السيسي بالمناسبة اليوم في خطابه في كلمته، أنه القوى القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة المواطنين الفلسطينيين الموجودين في الأرض الواقعة تحت الاحتلال. كسر الحصار رغم وجود القوة المحتلة يعتبر نقطة متقدمة بالإجراء العربي والإسلامي، لأنه أمام قمة عربية إسلامية مشتركة في اتجاه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وتحدي إرادة الاحتلال. النقطة الرابعة التي أرى أنها نقطة مهمة تفضل، هي تشكيل فريق عربي برئاسة السعودية التي هي رئاسة القمة العربية والإسلامية للتواصل مع المجتمع الدولي وللتحرك على الصعيد الدولي سياسيا ودبلوماسيا من أجل ضمان وقف العدوان الإسرائيلي الذي هو الأولوية الأولى. هذه النقطة هي الأولوية الأولى التي نبحث عنها اليوم نحن كفلسطينيين، خصوصا أن المأساة والكارثة التي يعانيها أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس وصلت إلى مستويات قياسية وإلى مستويات كارثية تنذر بمزيد من المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. هذه النقاط التي يمكن البناء عليها، ولكن نحن بحاجة إلى عمل. هذه النقاط لا يكفي أن نتحدث عنها
هي يمكن انا سالت في الجزئيه دي واسمع رايك تحديدا يا فندم، انه يعني عشان يتم تفعيل هذه النقاط وتحرك جاد من قبل المجتمع الدولي، ما بعد هذا البيان، ما بعد هذه النتائج، مهمه اللجنه اللي اشرنا ليها يعني لضمان الفعاليه، اقتراح حضرتك او شايف المساله ازاي تبقى ماشيه بخطوات جاده؟ يجب ان نقصد العنوان الاول والابرز الذي بامكانه ان يمارس ضغطا مؤثرا على اسرائيل. وبامكانه ان ياخذ قرارا بوقف العدوان، وهو الولايات المتحده الامريكيه. نحن نعرف والجميع يعرف انه صاحب القرار ليس اسرائيل، صاحب القرار امريكا. واسرائيل لا تتمتع باستقلال عن الولايات المتحده وعن الاداره الامريكيه ابدا. ما تقوله امريكا ينفذ. وامريكا هي التي اعطت. امال الصوره اللي بتتصدر لنا ان امريكا عايزه يعني يكون في هدن وفي مقاومه من اسرائيل ونتنياهو بيغير كلامه، دي بتقراها ازاي؟ يعني دي جزء من توزيع الادوار، تواطؤ، يعني غسل ماء الوجه يعني بالنسبه للجانب الامريكي؟ ابدا، هي محاولات خداع. خداع. محاولات خداع ليس اكثر. حديث عن متناقضات حتى يهدئ الراي العام. انه الولايات المتحده الامريكيه تتحرك وتبذل جهود، والحقيقه انه ابدا هم الذين يتحملون المسؤوليه الكامله عن العدوان وعن استمرار العدوان وعن غياب الحل السياسي والافق السياسي القائم على الشرعيه الدوليه. واليوم اذا الذين استمعوا، اذا استمعتوا الى كلمه الرئيس محمود عباس في القمه، قال هذا الكلام بوضوح، ان الولايات المتحده الامريكيه تتحمل المسؤوليه الكامله عن غياب الحل السياسي وعما نتج عن غياب الحل السياسي من آثار بما فيها هذا العدوان الذي يجري الآن، ودعمها العسكري دلوقتي. يمكن في بند يعني تمت الإشارة فيه لمسألة تصدير السلاح. بكل تأكيد، ربما الجهة الوحيدة الأبرز التي تمد إسرائيل بطاقة الحياة بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي وبالحماية القانونية في في المؤسسات والمنظمات الدولية هي أمريكا. طب إذا المطلوب أن المشكلة عند أمريكا، وإذا أردنا أن نتحدث فلنذهب إلى العنوان. العنوان هو الإدارة الأمريكية. بأي أوراق ضغط دكتور هباش؟ باللغة التي تفهمها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست في وارد لا احترام قانون دولي ولا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق. اللغة الوحيدة اللي بتفهمها هي لغة المصالح. لغة المصالح. في مصالح، احنا 57 دولة عربية وإسلامية. هناك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الدول العربية والإسلامية. علينا أن نتحدث مع الولايات المتحدة بهذه اللغة. فقط بهذه اللغة. وإذا شعرت الولايات المتحدة بأن مصالحها ستتضرر على الأقل، إن لم تكن في خطر، سوف تتضرر بسبب القرارات والمواقف العربية نتيجة هذا العدوان، أنا على يقين لأنها ستعيد النظر 100 مرة في مواقفها، وستعيد النظر في دعمها للعدوان الإسرائيلي، وحينها يمكن أن نضمن وقف هذا العدوان. كل الشكر وتحية لحضرتك، ويعني دعائنا ان ده بالفعل اللي يتم، ونشوف انهاء لهذه المعاناة وهذه المأساة، ويعني يبقى فيه بقى حل شامل وحل الدولتين ومسار سياسي حتى لا يعني تتكرر هذه المأساة مرة تانية. شكرا لحضرتك دكتور محمود هباش، مستشار الرئيس الفلسطيني ابو مازن.